كنحس براسي تحقرت بزاف، كنحس براسي تحقرت بزاف، حنت كنحس بالقانون ما خاش لي حقي. انحرق راسي انا وولادي، حيت ما نخليش ولادي من ورايا، ما نخليش ولادي من ورايا. وحبسك بقيت حبسني؟ ايه، كان ساد عليا في محل وفي الزنقه، في الزنقه ديال الفران كان ساد عليا، تم تحملت بالدريه عبس لقني. انا اللي مكنوجهش ليه هو رساله، انا كنوجه رساله المسؤولين ياخذوا لي حقي، حيت انا من صغير ملي كنت صغيره وانا كنتحقر وحد الان كنتحقر. عندك شي حاجه على بنتي اللي تقولها طالعه لداركم كتسرب عليهم كتوكلهم؟ يا كان اللي تكرفس، مش ما خليت ما درت، بعت الربي تست ما خليت ما درت على قبل ولادي. مشاهدين وقناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. دائما في إطار تتبعنا للملفات القضائية والاجتماعية معنا الأخت سمية اللي كلكم كتذكروها، ضحية ديال الاغتصاب ملي كانت عندها 13 سنة. هذاك الاغتصاب نتج عنه طفلة اليوم في العمر ديالها 14-15 سنة، 16 سنة. كل شيء هذا شيء ماشي مشكل، دوزاته الأخت سمية عادي. المهم بما أن الأب معترف بالوليدات دياله باغي يدير ثبوت النسب، ولكن هنا كاين قضية ديال العنف، قضية ديال العنف التي لم يتم البت فيها لحد الساعة، وهي كتحس براسها بحال محقور لأن ما عندهاش محامي وهو دار محامي. القضية ديال العنف وهي كالتالي، هو كان تهجم عليها هنايا في المسكن ديالها، كان ضربها، كان شعل لها العافية، كان مرة هرس لها الماشينة لافي اللي كتكساب. المهم تعرض عليها، تعرض لها في المسكن ديالها وتهجم عليها وضربها، ياك هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين، جات تهجم عليا ومشيت أنا ويا هذيك لاريت بيه هو يقدم راسو. مني قدم راسو مشيت مشى عند الوكيل، الوكيل ويعطيني واحد الورقة وقال لي غدوزي في الجلسة نهار الجمعة. نهار الجمعة كنمشي للجلسه كنلقى مأجل. الجمعة اختي سميه، حنا كنتي في واحد الجلسه وحضرنا معك امام المحكمه، وانت فتي وبديتي تتبكي وتتغوتي، قلتي لي كان كيحسب لي غادي يعيط لي ولي حق، كنت غيقابلوني انا وياه. تتفاجات ما تقابلتش انا وياه، وانا مني هو كاين مشدود وانا خاصني نمشي تما كاين وكاينه في المحكمه وما تقابلتش انا وياه. المهم اللي فهمنا من النتيجه ديال ديك الجلسه هو انه تم تاجيل الجلسه، وحنا قلنا لك غادي نبقاو متبعين معاك. كانت عندك الجلسه مؤخرا وجيت لعندك باش نتبع معاك، عيطت لي في التليفون قلتي لي مريم بلا ما تجي عندي راه عاوتاني تاجلت، لانه هو جاب محامي والمحامي طلب تاجيل الجلسه بمدرس الملف. ولكن اليوم كنتفاجئ، كتعيط لي سميه كتقول لي غادي تجي عندي ولا غنرتكب انا شي حاجه في راسي، انا صافي ما بقيتش قاده، انا كنحس براسي تحقرت بزاف، كنحس براسي تحقرت بزاف، حنت كنحس بالقانون ما خاش لي حقي. وانا هذاك الدري اللي دا حرق راسو، انا ما نحقر، انا حركش راسي بوحدي، انا حرق راسي انا وولادي، حيت ما نخليش ولادي من ورايا، ما نخليش ولادي من ورايا. كنحس براسي تحقرت، وهو داير محامي انا ما لقيتش من وكل ولادي. ياك كانت جمعيه اتصلت بك ملي درنا معاك الفيديو وقالت لك انا غادي نوقفوا معاك، قالت لك الجمعيه سيري تدوز الحكم، ومني دوز الحكم ديك الساعه يمكن لك، قالت يمكن لينا حنايا نوقفوا معاك على الوراق. هنا ورقي هو معترف بالوليدات ديالو، ممكن انك كيقول ولادي، ولكن ما باغيش يصايب الحاله المدنيه، كيقولها فمه ولكن ما باغيش يصايبها. وكنحس براسي انا في المغرب ديالنا ومغربيه، وكنحس براسي تحقرت بزاف.
دابا انت قبل من تبوت النسب بنتي عندك مشكل قلتي لي هذه ديال الحقره وانه تعرض عليك باغا تاخذي حقك في باغا ناخذ حقي باغا تبوت النسب باغا باغا ناخذ حقي انا ما يحقرش عليا ديما مني كتبقى صغيره اختها صبني ولاد جوج ولاد ولا خلاهم لي انا اللي هزام وفي الاخر كيجي كيتهجم عليا وشحال من غدره كيجرني والمشكله حتى واحد من الجيران اللي كيشوفني كيقول لها مرتو باش حتى واحد ما كيقدر يفك كيشوف فيا كيضربني وكنمشي كل اللي كنخطر للكوميسار ساريه كنقول له ما دار لي ودار لي كيقول لي زير باش هذا طبيه كنجيب شهاده طبيه وما كنشدوه ما والو ما كيجيوش عنده حيت هويا كيبيع النفحه عدو الفلوس اما انا يا عندي الله سبحانه وتعالى شوفي بيع اللي بغى يبيع عدو الفلوس اللي ما عندوش فلوس انا اللي كنعرف هو ان القضاء مستقل وكاين القانون في البلاد ولكن علاش تهجم عليك غادي تاخذي حقك علاش من يتشد لك 3 ايام علاش ما بقاوش علاش ما شدوش علاش ما دس انا ويا عند الوكيل علاش داز هو بوحده مقدرتش تطلبي محامي في إطار المساعدة الاجتماعية أنا شحال من خضرة كنطلب محامي وكنقول أبغي تعاول معايا شي محامي وقف معايا ولكن ما لقيتش الغالب الله الله كبير وأنا مشكلة مني غنوقف حدا الرئيس أنا كنخاف من المخزن كنخاف بزاف ما كنقدرش نهضر حقي وما كنقدرش نقوله علاش غتخافي من كنخاف وكاك أنا كنخاف المخزن غادي يحميك راه أنا كنخاف ما كنقدرش نقول هذاك الشيء اللي دارني كنخاف كنقول أنا قلت شي حاجة يعودوا شاديني علاش بالعكس حيت كنحس براسي محقورة حيت ملي كنت كنطلع للكوميساري كانوا كيقولوا لي سيري تنعيطوا لك سيري تنعيطوا لك يعني ما خايداش حقي ملي كنت باقا صغيرة مني كانت عندي 16 عام ما خايداش حقي شحال كان عندك من عام اللي اختصمك 13 كانت عندي 16 عام طالعة في 17 وحبسك بقيتي حبسني ايه كان ساد عليا في محال وفي الزنقة في الزنقة ديال الفرع كان ساد عليا تم تحملت بالدرية عبش طلقني يعني هادشي راه قديم دائما كتعرضي للعنف ومني ايه ومني ديكلاريت بيه عطاو 6 شهر شدو 6 شهر على الاغتصاب والحمل عطاو 6 شهر وطلق وقال لي غادي ندير معاك الورق تعالي جلسي معايا في الدار شدني داني صحه ملي كنرجع كنهرب عند امي ملي كيبدا عليا بالعصا ديما مفرقعني ديما مفرقعني مع امي عقلت على راسي شي نهار نفرق وماشي كيفرقعني بشي حاجه بحاجه عاديه ببين سمر طق راسي كله مضروب كله مضروب وملي كنرجع لدارنا كيجرني قدام با راجل كبير كيلهز يلبس صباطو كان كيحقر علي كيلبس مسكين صباطو كيبغي يبدا يتعارب معايا وكيجرني صحه حيت ما عندي كتاف انا اللي غيحاميو عليا وكيجرني وكيديني صحه وجهي لي هو رساله قولي لي عافاك فوتني عليك انا اللي ما كنوجهش ليه هو رساله انا كنوجه رساله المسؤولين ياخذوا لي حق حتى من صغير ملي كنت صغيره وانا كنتحقر وما حد الان كنتحقر هاد المره انا ما غاديش بحاجه كاريير نحرق راسي ما غاديش نحرق راسي بوحدي ولكن نحرق راسي انا ولادي انا ولادي حرام ماشي حل راه ماشي حل ما نحلش ولادي وراي حيت عارفه حتى واحد ما غيقد بهم حتى واحد ما غادي عارفه بان الانتحار ماشي حل عارفه بان المره الاولى ما خدتش حقي شربت فانيت ديال الفار وما خدتش اربعه الخضرات عندي قالوا لي عندك مرض نفساني شحال من خضره كيدينهم كيقبلوني ديال برنوسي كيديوني سميتو محمد ميريزكو هاودي لينا على هادي كيفاش شربتي الفاني ديالك شربتها مره لا شربتها هنايا والدراري دخلوا وفرقعوا الباب من الفوق هزوا الزرق وعتقوني خرجوني داوني حدا المقاطعه صافي كيقول كانت ماتت الكشكوشه خرجت لي منهم قال صافي سوميه ماتت زاد لابيلانس ما قبلاتنيش دار البرنوسي داوني الميريز غسوليا مسار عاودت انتحرت المره الثانيه حيت كنتحر بغيتهم هنايا كنقول هذاك انتحار باش يسولوني ما كيجي حتى واحد علاش كيجيو كيسولوني علاش انتحرتي كنقول لهم السبب هذا كنتحر على قبل بان صايب لولادي الوراق ويبعد مني يخليني عايش انا وولادي باش ما قسم الله ما يبقاش يتعدى عليا ما كيديروا معايا والو ولكن هاد المره ما كنفكرش غادي نشرب فانيت الفار هاد المره غنفكر غندير بحال الدري اللي دار زكريا وما نديرهاش بوحدي غنخليها في التاريخ باينه التاريخ كامل كلشي يتفرج فيا انا ولادي جوج حيت من كان صغار وانا ما كنت صغيره وانا محقوره ولادي تما ما عندهم الحاله المدنيه لا والو لا ماكله لا والو شوفوا فين عايشين وهو يعدو ومخلي ولادو بحال هكاك وما صايب لهم لا اوراق لا والو اشنو هو الحل الواحد حيت انا مشيت طلبت شحال من خاطر عند المخزن طلبت المساعده ما هي مره ما هي جوج طلبت المساعده كنقول لهم ها كاين وكان كيتعدى عليا كل دمياتي كتشرول وهم الوراق باقي نعدي هم الوراق عندي كلشي الوراق وما كيديروا معايا والو كيديروا معايا والو علاش حيت هو زعما كان عنده الفلوس وانا ما عنديش انا ما عنديش داك الشيء انا اللي عدي عدي دوك الجولات انا دوك الولاد حارت معاهم دوك تكرفس عليهم ما خليت حتى حاجه اللي ما درتهاش على قبل دوك الولاد باش نكبرهم
بغيتهم انا يكبروا ويولوا رجال، وحاسين بيا وكيشوفوني اش واقع ليا، كيشوفوني اش واقع ليا. ها هو ولدو مؤخرا قال لي متقجي العدي، ملي تسمع انا وفي المحكمه كان كيعطيهم هذيك 100 دريه، قال لي مقجي العدي جرى على الدرو الدريه. شي 3 ايام داب الدريه كانت حدا المقاطعه ويقول لها سيري طالعي لداركم، طالعي لداركم، عندك شي ورقه على بنتي؟ عندك شي حاجه على بنتي اللي تقولها طالعي لداركم؟ كتسرب عليهم كتوكلهم، يا كان اللي تكرفس مشي ما خليت ما درت، بعت الربيع فسدت ما خليت ما درت، على قبل ولادي، على قبل ولادي فسدت ما خليت ما درت، بعت الربيع مشيت للمارشي بحال الراجل ما خليت ما درت. المقاطعه خدمت فيها غارديان، المقاطعه ديالنا خدمت فيها غارديان على قبل ولادي، كنحارب على قبل ولادي. وفي الاخر من هادشي كامل مزيان، ولكن انا ما ناخذش حقي من كتصغر وانا كنتحقر. الحاله المدنيه ديال ولادي حقوق ديالهم، ما عندهمش بنتي عندها 16 عام دابا وما عندهاش الحاله المدنيه، كيقول ولادي بفمي. كنعرفهم ولادك صايب لهم الوراق، كنعرفهم ولادك بعد مني انايا وصايب لولادك منك لولادك. انا متحسقه سمعي ليا تبوت النسب مادام هو كيقول راه هذوك وليداتو ويقولها ولا ما يقولهاش، تبوت النسب راه المحكمه كتبت فيه محكمه الاسره، وكاع الى طالب بلا دي ان راه غيدار وراه غيبانوا بانهم وليداتو. انت انا عرفت اللي دارك، انت اللي دارك هو هاد الحقره، الحقره تعدو اللي تعدى عليك. ما كاين تي ديال الصابون ما فيها ما يتشاف، عطينا ليا غير الناس ما عندهاش سميتو، وكانت خاسره صايبوها ليا الناس، جابوها ليا وصايبوها ليا، ما عنديش كو كان عندي ما يبقاش فيا الحال، هرس ليا ما يعني وكل شيء. وفي الاخر تلقوه يلا حشناه، وماشي اول مره، شحال من ديكلاراسيون من غير قلبوا الدوسيات القدام اللي ما عمرو تشد فيهم، غير لقاو شحال من ديك العافيه اللي شعلت فيا والزنق داب، ما بقات عندي حتى حاجه، حوايج ولادي وراقي كل شيء تحرقوا، ما بقات عندي حتى حاجه، هو اللي شعل فيا العافيه. دخل واحد النهار شفر لي الوراق ديال ولادي وشفر لي حوايجي وحوايج ولادي، دخل دخل عليا ما كنتش انا، ودخل هو خويا اصلا. بعدا ما عندكش حتى شي باب اللي كيحميك؟ ما عنديش اصلا الباب، انا ما عنديش الباب، عندي الباب ديال العود، الباب ديال العود هو اللي عندي، وما كاينش اللي كيقرب ليا، كلشي عارفين اني كنحارب على كلشي وليدات، ما كاينش اللي كيجي يدق عليا ولا يتهجم عليا من غير هوايا اللي حاقرني بزاف. نطلبوا الناس يتعاونوا معاك، ربما الا كان كيسمعنا شي محامي او ناس في قلوبهم الرحمه يشوفوا ليها شي محامي، يوكلوا لها محامي باش تاخذ الحق ديالها، غير في هاد ياك تهجم اللي تهجم عليك. تهجم وباغا واحد ولادي محتاجه جوج اللي باغ انا اللي كنطالب بهم، هو ما يبقاش يدور بي بعد مني وما بقاش يتهجم عليا. انا ما بقاش عندي، انا ما بقاش عندي صحه، لا ما خدتش حقي بلا كذوب بلا والو. غاد هاد البراكه غتشوفوا فيها نهار الجمعة، هاد البراكه اللي كتشوفوا غتشوفوا فيها اخطر مجرم، اخطر جريمه هي هاد البراكه غتشوفوها فيها. غنجمع ولادي بجوج وغنشعل فيا العافيه، ما خدتش حقي، بغيتو ما يبقاش يتعدى عليا يبعد مني، وبغيت حقي ناخذ ورق ولادي ومن حقي يبعد مني، ما بقاش يتعدى عليا ويتهجم علي، حيت انا ما عندي كتاف وما عندي فلوس، عندي الله. شوف القانون فوق الجميع، ما كيحتاش واش عندك الكتاف ولا عندك فلوس ولا عندك تش، هذاك الشيء ما تيهمش. حنا غادي نتبعوا معك القصه ديالك، وغادي نمشيو معك للمحكمه نهار الجمعه ان شاء الله، نشوفوا اشنو غيكون في الجلسه واشنو غادي يقول نائب وكيل المالك. كنحس براسي انا حيت هو عنده محامي، كنحس براسي غنبقى محقوره تما، ما نقدرش. ضروري خاصك محامي ياك. ما نقدرش لا دار، وغنحس براسي محقوره. كيف كدوي معنا دابا دوي؟ غنحس براسي محقوره، غنحس براسي محقوره. رئيس امبوسيبل يقمعك، غادي يقول لك دوي تكلمي، قولي على حقك. علاش ما غادويش؟ دوي. هو عنده محامي وانا غادا بحال المحامي ما يخلعكش، ياك انت يا صاحبه حق. حنت محامي ما تنساي، محامي قاري، اما انا راه جاهله، ما كنعرفش نكتب سميتي، جاهله. انا الا قلت شي حاجه كنعرفها نيشان، كنعرف نقول لك الشيء نيشان، ما نعرفش بحال المحامي كيزوق في الهضره. انا ما كنعرفش نزوق، حنت انا ما قاريه ما والو باش نعرف ندير، ما عارفش. دابا محتاجه محامي ضروري، محامي. اميه. انا ما كرهتش شي محامي وقف معايا. وما بغيتوش يتهجم عليا انا، ماشي مشكل، ماشي مشكل عندي، ما بغيتش ما يشدوش، ما عنديش مشكل ما يتشد، حتى يبعد مني انا، ما بقاش يتهجم عليا ويبعد مني ويصيب لي الولاد الوراقي ويقوم بولاده ويبعد مني، ما بقاش يقيسني. نخرج من محالي نحس بالراحه. انا هو غدار، انا في واحد رمضان كنت غاده هابطه عند اختي، هزم اللور وهز عصيه هذاك بوردو،
ديما عندو واحد البوردو بحال العكاز، هزو وانا فيه الشانطي غادا عند اختي قبل ما الفطور باغا نفطر تما كاين، وهز داك البوردو غايجي يعطيني من اللور بحال كنت غاوت عليا الدري والجيران راه مشدود الله يذكره بخير. قال لي ها سومي عندك عندك، غندور غلق البوردو مبقى لي والو يجي علاش وانا نهرب ما علاش هادشي الفطور اللي كنت هازه غادا بيه عند اختي خليته ونطع. ولكن علاش السبب الله اعلم، ما استفزيتي ما كان ناض بيناتكم مناوشات مشاكل لا والو، وعقد عليك حاقد عليا وبعد خذا كم ديزا انت انايا في الاخر ما بقيتش ملي كتجالس معاه في الاخر وليت ما بقيتش باغي ما بقيتش باغي نجلس معاه، وليت كنتي صايب ليا اوراق ولادي ورجعت لهنا، ولا كيجي يتهجم عليا انا في دارنا ما بقيتش كنجلس في دارنا، وليت مشيت عند اختي فهمتي، ما بقاش كيجي ما كيلقانيش كيجي حيح في الدار ما كيلقانيش كنكون عند اختي، ولا مني كنكون غاده مني جيت ملي خليتيه ما تصرطاتش ليه قدر الله اعلم العالم بيه سيدي ربي الله اعلم، كل اصلا هوايا ما بغانيش نخليه كل صايب الولاد اوراق وما يبقاش يتعداش عليه، هو ماشي كان شادني زعماك انايا بالقلب ديالي باغه بالقلب راه هذاك الشيء صحه صحه شنو هو صحه تورقي واحد شادك من شعرك وكيجرفك وسط من القوادس وبالليل كنكون غاد هابطه ولا جايه طالعه تلقى ليا في الليل وجرك وسط من القوادس ومشكل كنغوت عتقوني عتقوني والناس كيجيو ماشي ما كيشوفوش كيشوفو كيتفرجوا هو صحيح حتى للدار ما يقدوش يهضروا علاش ما كيقدوش يهضروا معاه على الاقل يشهدوا معك امام الشرطه حتى واحد اه وهذا الراجل هذا الراجل اللي حدايا النهار اللي شعل فيا العافيه قال لي ما تسمحيش لي وداك الشيء قلت لي يلاه شاد معايا وهو عارف راه هو اللي شعل العافيه وقلت لي يلاه شاد معايا وما قدش يمشي شاد واش كيخافوا منه حتى للدرجه بالطبع راه عنده خوته وهو ماشي راه في وجهه راه يبان لك راه شتي التصويره ديالو بنادم راه في وجهه يبان وبنادم كلشي دابا كلشي باغي ترونكيل كلشي باغي ما باغي لا مشاكل لا والو كل واحد كيسد عليه باب وباغي شكون اللي باقي دابا يشهد شكون اللي باقي قولي لي دابا شي واحد باقي يشهد حتى واحد ما بقى يشهد شوف الساكت عن الحق شيطان اخرس هادشي اللي كنعرف راه كيلقاو روح كيتبان لهم روح كتقتل وما كيقربوش ليها كيبعدوا ولا بنادم خايف على راسه اختي سميه حنا كنواعدوك اننا غادي نبقاو مواكبين معاك القصه ديالك حتى تاخذي الحق ديالك يوم الجمعه ان شاء الله الجلسه حنا غنوجهوا نداء للناس يا الا كان شي محامي كيسمعنا يجي تكفل او محاميه تكفل بالملف ديال سميه عندها الجلسه نهار الجمعه الا كان شي محسن يقدر يتعاون معاها بالفلوس باش تهي توكل محامي باش تقدر تهي تدافع على نفسها حيت كيف ما قالت لكم انا اميه ما كنعرفش تنهضر كتوقف امام الرئيس صافي كتخربق كتخاف ولا ما عرفتش شنو هو كترتابك اش غادي نقول لك اختي سميه نطلب منك الصبر لان لا انا ما خدتش حقي انا غتاخدي حقك الناس كيشوفوا فيا دابا انا ما خديتش سميه وخصك تصبري باش تاخدي حقك كنحلب باش غنحرق راسي وفي هاد البراكه انا وولادي حيت انا ما كنت صغيره وانا كنت عقال والحقرة ما كيبغيهاش ربي ما كيبغيهاش الله رجع قالت بزاف وكان واحد اللي ما خدش حقي تغنحرق راسي انا ودوك جوج اطفال حيت هما اصلا ما عندهمش الحق ما عندهم الحاله ما داري انا والو وكنحس براسي مهقوره في بلادي سميه حاسه بيك الناس دابا راه شافوا وعارفين القصه ديالك راه تبعوها راه ماشي اول فيديو كنواعدك ان شوفي القضاء فوق مستقل والقانون فوق الكل كنواعدك ان شاء الله كاينين الناس وفي هذا الشهر ديال شعبان وحنا قرابين رمضان العواشر هذه ضروري كاين شي محسن اللي غادي يبغي يتعاون معاك يوكل لك محامي او شي محامي يجي هو يتبنى الملف ديالك. وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا حمزه بوقنادل لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.